محمد عمر او عبد الله الدياني لعب الكره بشكل ممتاز وهدف، هدف اول لمصلحه نادي قطر مع الدقائق الاخيره. اذا قطر ياتي براسيه لفضل عمر، كره عرضيه من عبد الله الدياني، لا توجد المراقبة لمصلحة فضل عمر. لاحظ معي عبد الله الدياني يلعب الكرة العرضية، وبعدها فضل عمر يعلن أول أهداف للملك من كرة رأسية لمصلحة نادي قطر. نعم تلاحظ معي لا توجد مراقبة من جانب خط دفاعات نادي السلية، وفضل عمر يحرز أول أهداف لمصلحة نادي قطر من خلال عرضية رائعة جدا ولمصلحة عبد الله الدياني. بعد أولي شتيلكا هنا الخطب يكون حاضرا بجانب أولي شتيلكا، هدف في الدقائق الأخيرة. كنا نمني النفس بأن نشاهد الهدف مع الدقائق الأولى، لكن أتى الهدف في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. فضل عمر.